الفقرة الوحيدة اللي معانا احنا هنا في البيت الكبير دلوقتي مع الناقد الرياضي عمر البنوبي. زي ما احنا متعودين كل يوم ثلاث بنتكلم في موضوعات مهمة جدا، بالتأكيد اول الكلام هنتكلم عن فوز النادي الاهلي النهاردة على سونداب 4-0، ووصل النهاردة الاهلي للدور 16 دور المجموعات، وايضا هنتابع اخبار طبعا نجومنا المحترفين كالعادة. برحب بيك يا عمر. اهلا بيك يا سلام، ومنور الدنيا، منور كابتن هاني، منورنا، وكل سنه وانت طيب، وان شاء الله سنه سعيده عليك. ان شاء الله يا رب سنه سعيده على المصريين كلهم وعلى كل الناس في كل الدنيا يعني. ان شاء الله بدايه حلوه مع النادي الاهلي طبعا. الاول قبل ما كان عايز اعزي اسره النادي الاهلي واسره الكره المصريه والفلسطينيه في الراحل كابتن فؤاد ابو غيده. يعني الحقيقه هو كان من المدافعين الكبار جدا اللي كان دائم تسجيل الاهداف كمان بضربات الراس، وجزء من تاريخ النادي الاهلي فتره كان فيها بطولات برضو مع جيل العظيم ربنا يرحمه، وبنعزي عائله الكره في النادي الاهلي وفي الكره الفلسطينيه كمان ربنا يرحمه. ودايما بنجيب سيره الاساطير وسيره البطولات، واحنا في بدايه بطوله غاليه علينا دايما البطوله العشرة. النهارده شفت مباراة الأهلي وسنوديب إزاي، يعني كلنا شفناها على المستوى الفني، باختصار شفتها إزاي وأهم مكاسب النادي الأهلي من مباراة النهاردة. يعني أعتقد النهاردة نتيجة كبيرة 4-0، لكن كان ممكن تبقى أكبر وكان المفروض تبقى أكبر. أعتقد أنه الأهلي عنده عقلية الفوز بعدد كبير من الأهداف، موسيماني نفسه عنده نفس العقلية دي، كنت أتمنى أن النتيجة كمان تزيد أكتر من كده، لكن هي برضو كبداية ما بتحاولش تغامر. النقطة دي يا عمر هكلمك فيها باختصار سريعا، لأن أنا كنت بتفرج وكان الأهلي أول ما جاب جول قلت إن شاء الله نكسب مش أقل من 6-7 النهاردة، وكان عندنا حقيقي فرص إن احنا نسجل. طبعا عمل اللي عليه النادي الأهلي، لعب على قد المباراة، لكن هرجع لثقافة اللعيب المصري إن لو أنت قادر تكسب 7 أو 8 أو 9 أكيد ديت لازم تكون موجودة. النادي الاهلي عندها شغف ده وحاولت، لكن مش المحاوله الجاده. يفرق قوي لو انت النهارده كسبت مثلا 7-0 او 8-0 والنتائج كلها بتتذاع على كل الصحف العالميه والافريقيه، والاهلي كسب سونديب 8 أو 9-0، دي بتاثر معنويا بالايجاب حتى في مشوارك، حتى لما بتقابل منافس قوي بيعمل حساب ان النادي الاهلي لا، النادي الاهلي عنده قوه هجوميه لا يستهان بيها يعني. هو ده اكيد، واعتقد إنه كمان بخلاف ده اولا هي بيبقى فيها رقم قياسي، انت بتحاول دايما تضرب ارقامك القياسيه تحقق اكبر فوز في تاريخك في بطوله افريقيا. 13-0 بالظبط، دي نقطه. النقطه الثانيه كمان ان انت تبقى حابب تدي انذار لكل المنافسين، ترفع معنويات لعيبتك. لكن اللعيب المصري يا كابتن هاني وحضرتك عارف احيانا لما تبقى النتيجه كبرت قوي ومثلا 4-0 يبتدي بقى يريح شويه، يلعب بستارت شويه. في مدرسة كمان شرق أوروبا في الكرة مختلفة في الحكاية دي، يعني حتى مش مثلا مش هقول لك ألمانيا، رومانيا مثلا، فرق رومانيا أفتكر بتنزل ماتشات الودية زي الماتشات الرسمية بالظبط، رغم إن هو الكرة بتاعتهم مش عالية قوي، لكن أفتكر مثلا مع فريق مصري برضو بيلعب ماتش ودي مع فريق من رومانيا اتغلب 7-0 في معسكر في سويسرا، أنا فاكرها كويس يعني. لأنه بينزلوا ياخدوا الموضوع جد قوي. هو الأهلي كان واخد جد، بس أنا كان نفسي ده أمنياتي ان انا بتفرج ان النتيجه تبقى مثلا 7-8 هتفرق يعني معانا يعني. بالتاكيد، لكن انا شايف انه الاهلي حقق المكاسب اللي هو محتاجها كلها من المباراه. عندك كل الخطوط بتسجل اهداف، من اول بدر بانون بيسجل اول هدف له رسمي وفي بطوله افريقيا كمان، عندك وليد سليمان بيرجع وبيسجل، عندك طاهر محمد طاهر النهارده. طب ما تيجي ناخدهم بالترتيب، نبدا من طاهر يعني. نبدا من طاهر. طاهر اعتقد ان هو لا، طاهر لعيب كويس، باين من بدري جدا من هو في المقاولين العرب وفتره لوهافر الفرنسي، ولما رجع مصر تاني هو لعيب عنده امكانيات جيده جدا في الجانب الهجومي عالي قوي. اعتقد ان الاهلي هيستفيد منه كتير الفتره اللي جايه. كنت اتمنى محمد شريف كمان يسجل في المباراه دي. اعتقد انه يعني مجموعه اللعيبه اللي لعبت النهارده كلها حاولت انها تقدم اللي عندها. صحيح. برضو للاسف ما نقدرش، بالمناسبه مش عاوز الناس دايما تحكم على الاهلي في الماتشات اللي احنا فيها في الفتره دي، فتره الكورونا دي يا جماعه والله ما ينفع يتحكم فيها على اداء جماعي للفريق، لان التشكيل مش هيبقى ثابت للاسف. مستحيل طبعا، الموضوع بقى صعب قوي. طبعا الحكايه بقت محتاجه انك طول الوقت يعني بتحاول تحكم على العناصر فرديا، شكلهم ايه، ادائهم الجماعي في الجمل اللي بيتعلموها او بيحفظوها في التدريب. صحيح. والاداء نفسه في مجمله بتشوفه هو بتقيمه ازاي. اعتقد كمان انه يعني كهربا بيسجل، ضيع فرص كمان كنا نتمنى انه يسجل اكتر. اعتقد ضيع برضو فرصه يعني، هو الفرص كانت كتير في الماتش ده، والاهلي سجل والاهلي صعد، وهو ده الاهم. اعتقد ان احنا كنا عايزين نشوف بقى حته دور المجموعات، لان كمان البطوله دي مش تبقى
زي البطوله اللي فاتت يعني. خلاص احنا خدنا على اجواء الكورونا، الفرق كلها بدات يعني تستعد وتجيب لعيبه، وبقى في تغيير في السكواد بتاع كل الفرق. اعتقد ان البطوله دي الاهلي لازم يدافع بشراسه عن اللقب بتاعه. مش متعودين البطولات الافريقيه اصلا تغيب عن النادي الاهلي، متعودين كنا على طول في موجودين في النهائي وما بنخسرش الا بفعل فاعل. يعني انا شايف كده، ده وجهه نظر يعني. حتى مثلا نهائي 2007 انا خسرته بفعل فاعل، لكن انا على طول موجود، على طول انا بنافس. هو ده اللي المفروض بقى يبقى موجود الفتره اللي جايه، خصوصا ان انا يعني بعمل تعاقدات قويه، عندي فرقه قويه، مدرب عنده خبره في البطوله، مدرب واخد البطوله قبل كده مرتين مع فريقين مختلفين، فعايزين نكمل كمان الفتره اللي جايه. النهارده احمد ياسر ريان بيبدا اساسي، بيكم عايزك تقول لي موسيماني النهارده اعتمد على ايه في وضع التشكيله ديت؟ هل علشان يمكن تواضع الفريق المنافس مثلا، ولا في اسباب اخرى خلت موسيماني يعني يحط التشكيله؟ لا، هو طبعا بالتاكيد في بعض الغيابات الاضطراريه، لكن كمان تواضع المنافس فنيا ادى موسيماني اريحيه في اختيار التشكيل واختيار اللعيبه، انه هيدي فرص لبعض اللعيبه اللي ممكن ما كانتش بتلعب اساسي الفتره اللي فاتت، هياخد فرصه النهارده ويبقى شارك في بطوله دوري ابطال افريقيا، وبيحتك على مستوى برضو يعني مختلف عن مستوى مباريات الدوري. فاعتقد انه بالعكس يعني كانت فرصه حلوه لموسيماني انه يدي فرص. احمد ياسر ريان بيلعب اساسي، ادى بشكل كويس. اعتقد انه احمد ياسر ريان كمان وبيكم ادى بشكل كويس، وبيكم كمان من الاول بدا كويس. احمد ياسر ريان ايه؟ احمد ياسر ريان اعتقد انه في الماتشات اللي جايه كمان، ولما يبتدي ياخد دقائق كمان اكتر في ماتشات الدوري وماتشات افريقيا، هيأدي بشكل جيد. انا متفق معاك في نقطه كمان، لأحمد ياسر إمكانياته عالية جدا، بس أنا حاسس إنه مستعجل يجيب جول. يعني عنده يعني هو لعيب مميز جدا على فكرة، كمان بيعمل أسيست كويس النهاردة، عمل كرة حلوة قوي واتعمل أوبر كويس، لكن حاسس إنه هو ستريس شوية إنه هو عايز يجيب جول، فلازم دوت يبقى ريلاكس أكتر. واحنا عارفين امكانياته، النادي الاهلي عارف امكانياته وهيسجل، لكن لما اللعيب بيحس ان هو لا لازم اسجل دلوقتي بيبقى عنده صعوبه شويه. دي نصيحه المدرب ونصيحه اللعيب صاحب الخبره يا كابتن هاني اللي حضرتك بتقولها، لانه احنا شفنا ريان وهو بيسجل مع منتخب مصر الاولمبي ويعني اهداف مؤثره، وبينزل حتى في دقائق قليله يقدر يصنع الفارق. شفناه في الجونه فتره الاعاره وهو بيسجل وبينافس على هداف الدوري لفترات، وهو ما يستعجلش، وهي هتيجي الاجوان هتيجي فعلا. انا شايف انه كمان لا، ريان مستقبل لهجوم النادي الاهلي، اتمنى كمان ياخد فرص اكتر الفتره اللي جايه، هيكون هيأدي بشكل كمان افضل من كده. هو بس فعلا حته الهدوء، والهدوء دي بتيجي بالخبره يا كابتن هاني حضرتك عارف طبعا. هو لسه برضه ريان مهما كان هيلعب، عايز يلعب اولمبياد الفتره اللي جايه دي، بيبقى حاططها طول الوقت قدام عينه، فعاوز يشارك وعاوز يسجل اهداف علشان المدرب ياخده معاه في الاولمبياد. الموضوع مش سهل، والمنافسه على راس الحربه شرسه في النادي الاهلي. في والتر بواليا جه، عندك مروان عنده خبراته الدوليه برضه ولعيب كويس جدا، محمد شريف بيأدي بشكل هايل، ريان. انا شايف انه في النهايه المنافسه في المركز ده في مصلحه النادي الاهلي. ما كانش ينفع برضه ان مركز الهجوم في النادي الاهلي يفضل طول الوقت انا معتمد على مروان لوحده طول الوقت. حتى مروان من كتر الاعتماد عليه في وقت من الاوقات اصابه لا قدر الله، بيجي فترات مش موفق او بيجهد، فانت ما تقدرش ساعتها تحكم على خط هجوم النادي الاهلي، وممكن تتحط في ازمات في مباريات. فبالتالي لما يكون عندك اربع عناصر او خمس عناصر جاهزين في المركز ده، ده افاده للنادي الاهلي. اعتقد ان الفتره اللي جايه هتبقى تشهد شكل مختلف على المستوى الهجومي للنادي الاهلي. صحيح. طيب مش عايز انسى كمان قبل ما ادخل في بيكم وتقييمك لاداؤه النهارده، عايز اتكلم عن علي لطفي. علي لطفي كمان يمكن من فتره طويله قوي ما شاركش، بيعتمد عليه النهارده موسيماني بشكل كبير بدلا من محمد الشناوي. لا، انا شايف ان علي لطفي اصلا حارس كويس، ومفيش حارس مرمى هيبقى موجود في النادي الاهلي ومش هيبقى على المستوى. المنافسة في مركز حراسة المرمى دايما بتبقى شرسة، لكن الفرصة بتبقى في ثبات التشكيل او ثبات حارس المرمى. في كل فرق العالم بتبقى كده، التناوب بيكون في البطولة التانية. ممكن في بطولة الكاس بدي فرص اكتر لمصطفى شوبير او بدي لعلي لطفي. اعتقد مصطفى شوبير كمان يعني مبشر، وهو المستقبل قدامه والفرص قدامه الفترة اللي جاية. الاهلي الميزة اللي انا شايفها في اخر موسمين ان احنا عندنا حتة التدوير بدأت تبقى موجودة. وتبقى موجوده بشكل فعال، مش موجوده كلام بس. مش بقول كلام ان انا بعمل تدوير وفي لعيبه فعلا ما بتاخدش فرصه او ما بتاخدش فرصه حقيقيه، لا بالعكس. السنه اللي فاتت كل اللعيبه شاركت تقريبا، كل اللعيبه في القائمه شاركت، الا اللي مش مساعد نفسه انه يشارك، واللي مش مساعد نفسه يشارك هو مشي خلاص، خرج طبعا. بالظبط. فبالتالي الفتره اللي جايه كمان هتشهد نوع من التدوير الاجباري كمان، علشان ظروف المرحله اللي احنا فيها علشان الكورونا. في نفس الوقت ان انت كمان عندك لعيبه، كل اللعيبه مستوياتها عاليه، وعندك نوع من الانضباط، وكل لعيب بيحارب على انه يبقى موجود في التشكيل الاساسي. وده كان مهم كمان. خلينا نتكلم على جزئين. الجزء الاولاني، اداره النادي الاهلي كانت موفقه جدا ان السكواد يكبر،
وعندك دلوقتي اكيد في كل مركز اكتر من لاعب مميز عشان نتيجه طبعا كورونا ونتيجه ان انت داخل تحديات كتيره وبطولات كتيره، ودايما البطولات بيكون فيها مفاجات. النهارده كان في مفاجاه على مستوى دور ال 32 للبطوله الافريقيه بخروج الرجاء. الرجاء خرج النهارده على يمكن فريق متواضع فنيا شويه. فريق تونجيت السنغالي فريق لسه يعني بيشارك، اعتقد انه من المرات النادره ان احنا نشوف فرق من السنغال كمان تظهر في في دور المجموعات. ما كانش في فرق من السنغال كتير نفتكرها انها تبقى موجوده في دور المجموعات. كمان الملعب كانت حالته سيئه جدا النهارده من الامطار هناك في المغرب. و هي كان نتيجه المباراة الذهاب كام؟ النتيجه كانت 0-0 هناك، 0-0 هناك في السنغال، وهنا كمان في المغرب بعد كده لجأوا لركلات الترجيح وخسر الرجاء 3-1 بركلات الترجيح. اعتقد ان هي مفاجاه طبعا لانه الرجاء كان في السيمي فاينل في المربع الذهبي في النسخه اللي فاتت، دلوقتي هو اوت. اعتقد البطوله لسه فيها مفاجات كمان. الوداد كمان كان مغلوب 1-0 من الملعب المالي. ويعني انا شايف في نتائج كمان كانت كبيره قوي في البطوله في الذهاب في دور، يعني مثلا شفنا المريخ بيكسب انيامبا النيجيري، المريخ السوداني بيكسب انيامبا النيجيري 3-0 مثلا. ودلوقتي بدا انيامبا يضايق بعثه المريخ هناك في نيجيريا، يعني يقول لك فوجئنا النهارده بعثه المريخ نزلت بيان رسمي انه نادي انيامبا بعت لنا الدكاتره بتوعه هم اللي يعملوا البي سي ار ومفيش حد من الكاس عايز يطلعوا كله ايجابي. على غير التوقعات ده بيحصل بسبب برضو يعني ظروف كورونا اللي احنا كلنا بس بنعيشها. مش دايما، لا، في مفاجات فنيه، وانا شايف انه كمان في فرق في افريقيا وفي غرب افريقيا وفي وسط افريقيا بدات تطور من مستوياتها، سواء على مستوى اللعيبه اللي بتطلعها، سواء من اللعيبه اللي بيجيبوها من الدوريات المحليه، او حتى اللعيبه اللي بيجيبوها محترفين من جوه افريقيا نفسها. في نقطه ثانيه انه بداوا يجيبوا مدربين من مدارس مختلفه، يعني انا برضو لما جيت بصيت على المدربين اللي موجودين في دور ال 32 مع الفرق اللي موجوده، لا في مدربين كتير، يعني مثلا في مع سيمبا التنزاني في سيفين فاندنبروك ده كان الاسيستنت كوتش بتاع هوجو بروس لما خدوا بطوله امم افريقيا على حساب منتخب مصر في 2017، مدرب بلجيكي صغير في السن وشاب وقدر انه بينافس على الدوري التنزاني دلوقتي مع سيمبا وموجود في دوري ابطال افريقيا وممكن يتاهل. تمام، غير كده كمان شفت مثلا شباب بلوزداد الجزائري كسبان 6-0 جورماهيا الكيني، مع ان جورماهيا الكيني دايما بيلجا للمدرسه الانجليزيه، قبل كده كان عنده فرانك نوتال مدرب وعندهم دلوقتي مدرب انجليزي برده موجود، غلبوا 6-0 هيلعبوا ماتش العوده بكره، خلاص شباب بلوزداد يعتبر صعد. بالمناسبه معاهم امير سعيود لعيب النادي الاهلي السابق متالق جايب هاتريك في الماتش اللي فات في جورماهيا، هو كان لعيب كويس قوي بس ما كانش محظوظ مع النادي الاهلي. شايف كمان الصفاقسي التونسي برده حته المشاكل بتاعه كورونا، بالمناسبه مثلا صفاقسي هيلاعب مولوديه الجزائر مغلوب 2-0 الماتش الذهاب بجونين سجلهم سامي فريوي مهاجم كويس جدا في الدوري الجزائري، طلبوا النهارده انه لا احنا عايزين نعيد المسحه بتاعه فريق المولوديه بالكامل لان هم عندهم حاله واحنا كويسين جاهزين وعايزين نعيد لهم المسحه عشان نشوف ايه الحكايه. موضوع الكورونا بدا يستغل كده في فرق افريقيا برضه شويه، مش مقصود ولا حاجه، عمليه كل الفرق بتحاول تضايق اللي قدامها شويه بالحرب النفسيه، يعني اجراءات حرب نفسيه بالظبط، يعني زي ما بيعمل انيمبا كده مع المريخ السوداني. المريخ السوداني قرر يشتكي للكاف طبعا على الموقف ده. بالمناسبه برضه اللي بيدرب الصفاقسي التونسي هو انيس بوجلبان لاعب النادي الاهلي السابق، يعني الاهلي موجود في كل حته صحيح، يعني حتى في فرق الجزائر فرق تونس الاهلي موجود في كل حته. طب خلينا نتكلم على الجمعه الجايه وده المهم، يمكن احنا عندنا فاصل، طيب بعد الفاصل خلاص هنتكلم، ده مهم جدا كمان لجماهير النادي الاهلي، نتكلم على القرعه ونظام القرعه ايه والايام، احنا حددنا خلاص الايام، لكن كمان تتمنى بقى وجود الزمالك في الاهلي في مجموعه واحده، نتكلم على فرق ان شاء الله على فرق الوصله والقرعه ان شاء الله يوم الجمعه، بس بعد هذا الفاصل. إذا الاتحاد الأفريقي يعلن موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد. عايز أتكلم مع عمر البنوبي عن أبرز اللي استوقفك فيما يخص الفرق. إحنا عندنا 5 فرق تم تصعيدهم بما فيهم الأهلي والزمالك. يعني هو طبعا الأهلي والزمالك صعدوا، الزمالك صعد بانسحاب جزائري للتشادي للظروف، مشاكل عندهم غريبة جدا مش فاهمها لحد دلوقتي بصراحة، إزاي وزير الرياضة هناك يمنع الفريق إنه يجي، بس مفيش مشكلة، هو الزمالك محظوظ يعني عدل. في طبعا شفنا سان داونز كايزر تشيفز لاول مره بنظام البطوله الجديد يصعد دور المجموعات، كايزر تشيفز من الانديه برضو اللي الاهلي خد على حسابها قبل كده سوبر افريقي ومن انديه جنوب افريقيا الشهيره يعني. شفنا مفاجاه خروج الرجاء وصعود الفريق السنغالي تونجيت لاول مره.
اعتقد انه يعني بكره بقى هتتحسم باقي الناس اللي هتصعد، الفرق اللي هتصعد. انا شايف انه شباب بلوزداد خلاص شبه حسم، مثلا كسبان 6-0 في الماتش الذهاب قدام جرماهيا كيني. شايف برضو الصفاقسي ما زال عنده فرصه لانه هيلعب بقى على ارضه ضد السوداني، ضد المولوديه. الهلال اعتقد انه عنده فرصه كبيره طبعا، هيلعب عشان تيكوتوكو، يعني ما اعتقدش ان المباراه تبقى صعبه عليه قوي. المريخ عنده فرصه رغم مضايقات انيامبا، كسبان 3-0 في مباراه الذهاب. يعني اعتقد انه هيبقى برده في فرق قويه وفرق لها تاريخ موجوده في دور المجموعات. انت بتتمنى احنا نقابل مين؟ لا اتمنى لنا مجموعه حلوه كده ويكون فيها الزمالك صراحه، ده رايي انا فعلا. لما يعني الزمالك يبقى معايا في الزمالك تبقى يعني طبعا في وجهه نظر، يعني بالزبط. لما يكون عندك الزمالك في نفس المجموعه بيبقى برده الموضوع مش هيبقى سهل برده، لما فرقه الزمالك فرقه كبيره. لكن ما قلناش سهل، لكن يعني الجزء الثاني بيتكلم ان برده فرقه من مصر لازم تكون موجوده، يعني زي السنه اللي فاتت يبقى فرقتين من مصر بيوصلوا لابعد نقطه. يعني ده بالتاكيد يهمنا لو هم مش في مجموعه واحده. لكن انا اللي اقدر اقوله انه انا ليه بفضل دايما ان الزمالك يبقى مع الاهلي في المجموعه، لانه اولا الاهلي لما يكون الزمالك معاه في مجموعه واحده الاهلي بيبقى موفق جدا تاريخيا على طول، يعني بيبقى خلاص طريقه سالك. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه مساله السفر دلوقتي بقت مشكله يا كابتن، وانا دايما بفضل انه لما الاهلي يكون في مجموعه انه يكون المسافات ما بين الفرق اللي موجوده تبقى قريبه، لان انا اخشى انه الاهلي يبقى في مجموعه ومعاه فرقه من جنوب افريقيا مثلا، ومعاه فريق من غرب افريقيا، ومعاه فريق مثلا من الجزائر، هتبقى القصه في السفر مجهده جدا، والمسافات بالظبط، وموضوع المساحات الطبيه، بخلاف انت ضغط جدول الدوري بتاعك هنا. ده اللي انا دايما باصص له، انه انت جدولك هنا مضغوط، مفيش منفذ زي ما بنقول، وتلاحم مباريات طول الوقت. فبالتالي انا بيبقى معايا فريق من مصر وهلعب في مصر وما فيهاش مشكله، الحكايه انت بسيطه. لكن انا اتمنى لو الاهلي والزمالك في مجموعتين مختلفتين، لا اتمنى اشوف الاهلي والزمالك في النهائي مره ثانيه. اكيد اكيد يعني، ودايما انا ليا وجهه نظر في الجزئيه دي. طبيعي ان الاهلي باصص على البطوله، اللي بيبص على البطوله مهما كان المنافس بتبقى العمليه بالنسبه له سيان، يعني ما فيهاش مشكله. لكن بحترم وجهه نظرك جدا، لان طبعا ده اكيد هياثر على المستوى البدني لو الاهلي عنده يعني المسافه بعيده. لكن خلينا نتكلم من جزئيه ثانيه، ان الفرق اللي واصله فرق كويسه، يعني اعتقد هتبقى بطوله كمان صعبه. الفرق كل الفرق اللي واصله لدور او دور المجموعات مع التصفيات كمان هتفرز افضل ما فيهم، فهتبقى الموضوع فعلا بطوله مش هتبقى سهله، الطريق مش سهل ايا كان. اعتقد انه الاهم في البطوله بتاعه النسخه 2021 السكواد بتاعك يبقى قوي، ان تبقى موفق على نفسه، موفق على نفسه بالزبط. كمان يا عمر ده بقى السلامه بقى، دي خطوه صحة. دي يعني دي حته رقم واحد. فيروس كورونا انه يبقى بعيد عن الفريق، دي اهم حاجه علشان ما تفقدش عناصر مهمه قبل مباريات قويه او قبل مباريات انت محتاج فيها انك تجمع نقاط او مباريات نوك اوت. في نفس الوقت كمان انه يكون عندك حته اللي احنا اتكلمنا فيها، حته المسافات والسفر والكلام ده كله، الحاجات دي كلها عوامل وبتفرق. لكن الاهم ان انت جاهز زي ما كابتن هاني قال، ان احنا الفريق اللي عايز ياخد بطوله هو ما بيبصش لا لاسم المنافس ولا بيبص لاي صعوبات، هو بيبص لانه عنده هدف وعاوز يحققه. كل ماتش عاوز اكسب الماتش ده علشان اقدر ان انا اصعد واكمل لحد ما اوصل للفاينل واقدر اخد البطوله. ده النادي الاهلي بالزبط. انت كعمر ما تحبش ان الاهلي يقابل مين من الفرق اللي عمر البنوبي ما يتمناش انه يقابلها؟ لا انا شايف انه الاهلي على مستوى الفني السنه اللي فاتت والسنه دي يقدر على اي فريق موجود في افريقيا. لكن الفكره كلها انه انا مثلا بفضل ما العبش مع فرق شمال افريقيا بدري، يعني ممكن العب معاهم في النوك اوت، لكن ما العبش معاهم في دور المجموعات، بتبقى ماتشات يعني صعبه ودمها تقيل بلغه الكوره يعني. فاتمنى انه احنا نلعب مجموعه زي مجموعتنا مثلا بتاعه السيزون اللي فات او النسخه اللي فاتت من البطوله. بشوف ان دايما الاهلي بيجيد يتعامل مع انديه، حتى لو انديه جنوب افريقيا، لو انديه من غرب افريقيا، من وسط افريقيا، لكن مواجهات شمال افريقيا بتبقى صعبه وبتبقى فيها نديه كبيره جدا، فلو جات لك في دور المجموعات بتبقى دمها تقيل مجهده شويه. طيب نسيب ده كل دوت ان شاء الله، نروح للدوري محترفينا المصريين. لكن قبل ما نخش محترفينا المصريين، سؤال صغير بالنسبه لسوق الانتقالات في الموسم اللي جاي. عندنا لعيبه كتيره جدا جدا فري، عندنا ميسي، عندنا راموس، عندنا اجويرو، عندنا ألبا، عندنا مودريتش، عندنا ابراهيموفيتش. شايف دول القصه رايحه بيهم لفين؟ وسوق الانتقالات خاصه انت عارف ظروف كورونا، سريعا في الجزئيه دي قبل ما نخش على مجموعه محترفينا. يعني عارف يا كابتن هاني، من نقدر نقول برضو تاني
الكلمه اللي قلناها قبل كده أسوأ قرارات برشلونه انه لم يطرد ميسي وياخد منه عائد مادي، ده اولا. ثانيا حضرتك شوف ذكرت كام اسم، الاسامي دي تروح اي فريق تادي مفيش كلام. شفنا تجربه ابراهيموفيتش نفسها، وبالمناسبه الجيل اللي موجود من اللعيبه مش زي الجيل اللي قبله على، يعني لو شفنا مثلا رونالدو الكبير، لو شفنا رونالدينيو، لو شفنا ادريانو، لو شفنا في لعيبه كتير كانت قويه جدا ومكسره الدنيا واخده بالون دور واخده افضل لعيبه في العالم، لكن ما بتكملش، مفيش استمراريه. اللعيبه اللي موجوده في الجيل اللي موجود دلوقتي ده كلها عندها استمراريه. شوف رونالدو دلوقتي في يوفنتوس عامل ايه، ابراهيموفيتش داخل على 40 سنه ويعني مكسر الدنيا مش عارف ايه حكايته بصراحه ما شاء الله يعني. ميسي نفس الكلام، راموس، اللعيبه كلها واقفه على رجليها فنيا وتقدر تادي موسم واتنين كمان. فبالتالي اعتقد انه ده هياثر في سوق الانتقالات، بالمناسبه حته ان هم فري دي برده بسبب المره في التاريخ يعني موضوع الكورونا خلى برده كل الناس خدت خطوه لورا في موضوع الانتقالات السيزون اللي فات، فعمل الفجوه اللي احنا شايفينها دي. اعتقد ان هيبقى لها دور كبير. يعني في اوروبا بيتكلموا عن انه باريس سان جيرمان عاوز ميسي، انه ليفربول عاوز مبابي، انه محمد صلاح دلوقتي عليه كلام في الانديه الكبيره برده في اوروبا سواء ريال مدريد او برشلونه بالظبط. فاعتقد انه هيبقى في مفاجات يا كابتن هاني برضو، يعني هنشوف شكل مختلف للدوريات الكبيره السنه الجايه. هيأثر دوت على اتجاه صلاح يعني؟ اه طبعا. الانتقالات ديت ما بين اللعيبه الكبار، ميسي مثلا هيروح، لو هيروح نادي يبقى صلاح هيأثر عليه في الجزء ده. يعني انتقالات اللعيبه الكبار دول خاصه ميسي، ابراهيموفيتش، بنتكلم كمان على يعني راموس، بس راموس في حته ثانيه، بس بنتكلم على الفلوس اللي بتدفع في اللعيبه. هي دي نقطه يا كابتن هاني، لو جينا حسبناها وده الصحافه في اوروبا اتكلمت عنه في اليومين اللي فاتوا، ميسي هيمشي فري، هيروح باريس سان جيرمان، هو الاقرب لحد دلوقتي الكلام انه الاقرب باريس سان جيرمان. ليفربول عاوز يدعم صفوفه بمبابي، والكلام ان يورجن كلوب في الصحافه برضو الصحافه حتى الاسبانيه اتكلمت في النقطه دي انه فاتح معاه خط طول الوقت ومتابع معاه علشان عاوزه في ليفربول. فساعتها محمد صلاح هيكون هدف لبرشلونه قبل اي نادي، قبل اي نادي هيكون برشلونه بيدور على لعيب يقدر يشيل الفرقه. وانا بقى فخور قوي وانا بتكلم عن لعيب مصري ان احنا بنتكلم معاه في الدايره دي. بصراحه يعني لما بتكلم عن الدايره، دايره الانتقالات في اوروبا، واقول محمد صلاح وبرشلونه، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، فخر لكل المصريين الحقيقه واللي بيحبوا الكوره ان يبقى عندنا لعيب بالمستوى ده. اعتقد ان هي هتمشي كده، لازم هتمشي كده يا كابتن هاني، ما اعتقدش ان هي هتطلع بره الحكايه دي. طيب سريعا جدا خلينا نروح لالمانيا، عايزين نتكلم عن عمر مرموش شويه وخطوة انتقاله لسان باولي، عايز اعرف بقى منك التفاصيل. يعني هو النهارده فعلا عندك تفاصيل؟ النهارده نادي فولفسبورغ اعلن انتقال عمر مرموش إعارة لمدة سنة لنادي سان باولي. اعتقد كابتن هاني حضرتك عارف نادي سان باولي، يعني كان فرقة كانت موجودة شوية بوندسليجا، بتنزل وتطلع وكده. وهم النهارده على فكرة فولفسبورغ لما اتكلم عن إعارة مرموش اتكلموا في ده لما انضمموا النهارده لسان باولي، هم اتكلموا عن انه هو رايح علشان يلعب اساسي وياخد خبرات ويرجع تاني، ان هم مش عايزين يستغنوا عنه. هم الفكره اللي بيعملها النادي الاهلي، وبيعملها اي نادي كبير عنده لعيب مش عايز يعني هو مش هياخد فرصه بشكل كامل دلوقتي، فممكن ياخد فرصه في نادي يكون اقل شويه لكن يشارك اساسي يكتسب خبرات. اعتقد ان هي خطوه كويسه، كويسه عشان يشارك. انا اتفق معاك، مفيش لعيب يعني ممكن في ناس تشوفها انها خطوه لورا، ان انت رايح ليه ده فريق درجه اولى، يعني ما خليك في البونز ليج، بس انا ممكن ابقى في البونز ليج وقاعد على الدكه، طب ليه ما انا اروح فريق درجه اولى؟ بالمناسبه يا جماعه والله في حاجه لازم الناس تبقى برده عارفاها، انه الدوري درجه الاولى في انجلترا اقوى من دوريات ممتازه في اوروبا، مش بكلمك على بقى منطقتنا احنا، يعني دوري الدرجه الاولى في انجلترا ده من اعنف واقوى الدوريات على المستوى الفني. الشامبيونشيب كمان؟ لا الشامبيونشيب طبعا الدوري انا اشتغلت فيه، دوري صعب جدا وبيحتاج مدربين من نوع خاص، مدربين عندهم قدره على انه السكواد بتاعته تبقى قويه، هيعرف يعمل انتقالات شكلها ايه، هيحافظ على فرقته ازاي، هينافس ازاي على مقاعد صعود. اعتقد انه فرقه سان باولي على فكره بالمناسبه دوري الدرجه الاولى كمان. لا انت بتكلم لسه، بقول لك اسمها بوندس ليجا 5 او بوندس ليجا 2 وبوندس ليجا 3 بقى دوري محترفين. محترفين يعني من خمس سنين ضافوا يعني السكند ديفيجن والثيرد ديفيجن بقى نادي محترفين، فالموضوع مختلف تماما. الناس تسمع ده راح نادي درجه ثانيه، لا الموضوع مختلف لان التنافس كبير جدا، اللعيبه على مستوى عالي موجودين. فلا ده حاجه كويسه انه ياخد خبرات النادي دوت. انت عارف يا سهام اصلا دوري الدرجه الاولى ده في المانيا في فرق ايه؟ في هامبورغ هو المتصدر دلوقتي، هامبورغ
فرقه كان بينافس في اوروبا. طيب. عنده في هانوفر بيلعب برضه لسه درجه اولى دلوقتي، بادر بورني بيلعب درجه اولى دلوقتي، ف كازلاوتن لا كازلاوتن خلاص فلس كابتن هاني للاسف للاسف لعب السنه اللي فاتت بس ازمه الازمه الماليه مع تداعيات ازمه كورونا بعد كمان باعوا ده باعوا النادي وباعوا الاسد كله بالظبط، يعني لان هو على فكره انديه كتير في اوروبا هيحصل لها كده يا كابتن هاني يا ساتر الفتره اللي جايه انديه كتير في اوروبا هيحصل لها كده، وفي انديه كتير عندها ازمات كبيره جدا، احنا شايفين حتى شالكه دلوقتي عنده ازمه كبيره فعلا. ازمه ماليه ضخمه جدا. فاعتقد ان هي مش خطوه للخلف زي ما ممكن الناس تشوفها، لا هي خطوه علشان يشارك اساسي وياخد خبرات وبعد كده يرجع تاني لفولفسبورج. اكيد طيب اتكلمنا عن المانيا وسان باولي والفرق اللي موجوده وابرز الفرق الموجوده هناك، بس انا بتكلم عايز ارجع تاني لمحمد صلاح، ومش عارفه حاسه برضو ان عندك تفاصيل في موضوع الجدل الحاصل وموضوع انتقاله لسم من الانديه، يعني ايه اقرب الانديه او ايه اللي يعني ايه المتوقع من محمد صلاح ان شاء الله يعني الاقرب له؟ هي الحسبه تتحسب حسبه فلوس يا سهام. ازاي؟ ليفربول محتاج يجيب لعيب بديل لصلاح لو صلاح هيمشي، وعلشان يجيب فلوس فهو لازم صلاح يمشي بمبلغ كبير علشان يقدر يجيب هو اللعيب البديل بتاعه، وبالتالي اللي يقدر يشتري لعيب بالقيمه التسويقيه دلوقتي لمحمد صلاح ريال مدريد، برشلونه لو في الوضع المنطقي بتاعه، او باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان بيدور شويه على الشو، مش بيدور على انه يعني يبني فرقه، لان هم بيعملوا حاجات غريبه جدا وبيدفعوا مبالغ غريبه جدا وبلا عوائد. يعني انت تاخد دوري فرنسي ده ولا حاجه بالنسبه للي انت بتدفعه وبالنسبه للسكواد بتاعتك بكام. فبالتالي هم هيدوروا اول حاجه هيقولوا فيها ايه، انه باريس سان جيرمان هيقول انا عايز ميسي. ساعتها هيكون ليفربول بيدور على مبابي، وصلاح هيكون يا اما برشلونه يا اما ريال مدريد. احنا ليه بنقول كده؟ بقول لك هي حته البادجت، انت عندك بادجت تقدر تشتري لعيب زي محمد صلاح، مش هتلاقي اي نادي في العالم عنده غير مانشستر سيتي، ريال مدريد، شويه برشلونه، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ. فنيا الاحتياج لمحمد صلاح فين؟ في برشلونه وريال مدريد. صحيح. فاعتقد ان هو اذا ساب ليفربول هيكون لبرشلونه او لريال مدريد. ايه الاقرب؟ اعتقد انه الاقرب هيبقى ريال مدريد مش برشلونه، لانه الازمه الماليه شديده قوي على برشلونه. ممكن صراع الانتخابات اخوان لابورتا والمنافسين بتوعه هيكون بيدور على اول حاجه بقاء ميسي، وده ما اعتقدش انه هيحصل. لا خلاص صعب. صعب جدا. صحيح. فهيبقى الحل البديل هو محمد صلاح. صحيح. فاعتقد ده هيبقى السيناريو اللي جاي. عايزين نطلع من اوروبا شويه، انا عايز اخد رايك في حجازي وتجربته مع في السعوديه مع اتحاد جده، ووصوله ل طبعا حجازي من اول ما راح هناك ما اتغلبش ولا ماتش، ووصوله كمان للمباراه النهائيه للبطوله العربيه بس للاسف مش هيلعب. تجربه صلاح ايه، وخاصه بعد ما طلب اتحاد جده تفعيل بند يعني شراء حجازي من ويست بروميتش؟ أسوأ غلطه لويست بروميتش السنه دي. صحيح. خسرتهم مكانهم في الدوري الانجليزي، هم هينزلوا التعديل وضع ويست بروميتش هيبقى صعب جدا. احمد حجازي اثر قوي كماديا على الفريق ده، وفي مركزه في خط الدفاع، الدفاع بتاعهم سيء جدا. خطوه وجود حجازي مع اتحاد جده هي خطوه انا شايفها فنيا لحجازي جيده قوي. ليه؟ لانه حجازي لعيب مستوى عالي قوي، يعني كمدافع من افضل المدافعين اللي موجودين في الجيل بتاعه. في نفس الوقت مستوى المنافسه بقى في الدوري السعودي اخف بكتير جدا من البريمير ليج، فحجازي مش تحت ضغط وبيظهر ان هو النجم رقم واحد، تديله ثقه في نفسه طول الوقت، مش محطوط طول الوقت تحت ضغط. بالعكس واخد ثقه، بيلعب قائد للفرقه بتاعته، مكانه في منتخب مصر محجوز. محجوز ليه؟ لانه بيلعب اساسي طول الوقت، عكس ويست بروميتش. حجازي صبر سنه كامله تحت في الشامبيونشيب، وانا كنت متاكد انه هيلعب، لانه مفيش فرقه في الشامبيونشيب بتركن لعيب، لانه الموسم طويل جدا، ماتشات كتير، وهو كان مصاب في اول الموسم، بس كان عمل عمليه مش حتى اصابه في الملعب، كانت حاجه هو كان مأجلها لنهايه الموسم وعملها وتاخر شويه. سلافن بيليتش اعتمد عليه، كمل معاه الموسم صعب. فاعتقد انه لا، تجربه اتحاد جدا انا شايفها كويسه لحجازي، بس كمان انا شايف ان حجازي دايما عنده الطموح انه يبقى موجود في اوروبا، موجود في اوروبا بالظبط، او بريمير ليج. فعلا هو كمان لاعب دوري ايطالي، دوري ايطالي دمه تقيل شويه في حته الدفاع دي برده، فهو بريمير ليج بالنسبه له لقى نفسه هناك، وانا شايف ان هو كمان كان عنده فرصه السنه دي يعمل حاجه كويسه، لكن مع الفرقه دي كان هيبقى صعب قوي. صحيح. فاعتقد ان هو لا موفق جدا في الخطوه اللي هو فيها. طب سريعا جدا، تريزيجيه غياب طول ليه؟ هو المدرب بتاعه هيفضل غايب. دينيس ماس اعلن ان هو هيغيب عن ماتش ليفربول في كاس الماتش اللي جاي، اعتقد من الماتش اللي بعده هيكون موجود، ما فيهاش مشكله. تريزيجيه بيأدي بشكل كويس ومؤثر جدا مع فرقته بصراحه.
حتى استون فيلا كانت بدايه قويه جدا في البريمير ليج، تراجع شويه لكن حتى دلوقتي موقفه متزن، يعني موقف جيد. موقف شايف انه بالنسبه طبعًا لمستوى البريمير ليج السنه دي، طبعا اصل البريمير ليج السنه دي في كمان حاجات غريبه يا كابتن هاني. يعني في كذا فرقه بتلعب بسيستم مختلف، يعني شفنا كونتي لما كان مع تشيلسي بيلعب ثلاثه في الدفاع مثلا ورا، دلوقتي ليدز بتلعب كره مفتوحه غريبه جدا على الدوري الانجليزي. كريستال بالاس عامل موسم حلو قوي، استون فيلا، ساوثامبتون مكسر الدنيا السنه دي بشكل يعني برضو اعتقد انها كانت مفاجاه لانه السنه اللي فاتت غلب 9. سريعا جدا كوكا عامل ايه؟ طبعا كوكا عليه هو نقدر نقول له الحمد لله على السلامه. هو نفسه اعلن، قال ان فعلا نفس البيان بتاع النادي لما اتقال ان هو عنده مضاعفات واثرت عليه فهيرجع في اول يناير. هو انا كلمته على فكره وطمنت عليه، قال لي انا كويس خلاص بنزل تمرين عادي، بس المشاركه بقى في ايد المدرب لان هو بعيد بقى له فتره. يوسف العربي هناك كمان هداف الدوري اليوناني ماشي دلوقتي، فاعتقد ان كوكا لا هياخد فرصته، هياخد فرصته وعمل هو اساسي واسمه كويس بالظبط. ربنا يشفيه يا رب ويشفي كل مريض. احنا بنشكرك جدا، نورتنا عمر، شرفتنا عمر، شويه صغيرين دول ربنا يخليك، دايما مميزه كلامنا معاك، ودايما ان شاء الله على اللقاء ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي باذن الله، وحديث يعني خارج الصندوق دايما. شكرا كابتن هاني، شكرا سامي، شكرا ليك يا عمر. ميعادنا دلوقتي مع خط احمر مع زمايلنا فارس واسامه. فارس واسامه كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين، اول ثلاث السنه الجديده كل سنه وانتم طيبين، كل سنه طبعا، وكابتن هاني رمزي طيب وبخير، الله يخليك، وكل شركاء الوطن كلنا طيبين يا رب في مصر، وسنه سعيده على الجميع يا رب ان شاء الله باذن الله علينا كلنا ان شاء الله. ودايما تبقى يعني الناس بتستناكم من ثلاث لثلاث، ان شاء الله تكون سنه سعيده عليكم وسنه سعيده على مصر كلها ان شاء الله، ودايما في تالق ونجاح، وان شاء الله دايما خط احمر كده منور قناه النادي الاهلي. متشكرين ليك كتير يا كابتن هاني. ودلوقتي اسامه طبعا هيكون معانا النهارده حلقه اكيد فيها حاجات كتيره جدا محتاجين نقف عندها، ولكن بعد الفاصل.